السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة، مرحبا مليون. اليوم عندنا حلقة هي طبعا من جراسيك بارك أكيد، لكن حلقة من العيار الثقيل. الحلقة راح تكون من العيار الثقيل مش من العيار العادي. طبعا تذكرون هذا كله، أنا ضفت إضافة بسيطة هني اللي هي فوسل، أسير فوسل، لا برغم كنا بإضافة شلت المحلات اللي هني وشلت الإكسبيزيشن سنتر، حولته هناك صب مباني الإدارة طبعا، وبشلها المباني شكلي بحول اصلا مباني الاداره بعد، بس بعدين مش الحين. الحين محتاج الباور ستيشن مالنا، لانه معنا عندنا وايد باور ستيشن، لكن بعدين بحتاج باور ستيشن. هذا زين اوكي، فكني انت الحين شوي. ضفنا مونوريل طبعا، بما انتم كنت تكلمون طبعا عن مهمات وهي الامور وهالسوالف وما غيره، كلهم انجزوا طبعا. احنا هني 1 2 3 4 ختمتم انا لكم على الطاير، وكنا ندخل في العيار الثقيل دايركت. خلاص ما بنسوي شيء من العيار الخفيف. اول اضافه بضيفة على الحديقه هاي لازم وجودكم طبعا، ها شيء الناس يبسطون عليه طبعا. باركوا الاداره الجديد، اداره كهرباء الشائك، خلنا نبدل مع الناس. باينوسورس طيب يعني، انا ما اشوف انه متوحش قوي يعني، تشوفوا بس يصرف كهرباء وايد. تشوفوا هذا إدار من العيار الثقيل، ما يأدب الرابترز، أظن بيأدب الرابترز، يمكن ما يأدبهم بعد تبون صدق. هذا الكهربائي الأسمنتي، شوفوا في سلك، شوفوا السلك، خليه هنا صب بس ينصعق على طرف خشمه. ها زعلان من شيء؟ لا مش زعلان الحمد لله، الله فكنا من زعلهم هاي ما فينا كل شوي تشاردون. انزين بنحط لكم شيء ما حطينا قبل، جايرو، على اساس اني بحط لكم الجيرو قبل بس ما حطيته، ف مو مشكله عادي الحين بنحطيه. جيرو يا جيرو، تعرفون جيرو صح؟ اكيد تعرفونه ما شاء الله عليكم، تعرفون لعب اكثر عني انتو. نحط الجيرو مدخله عند القطار، وما كان صراحه ما كانت مقصوده، لكن هيت حلوه يعني، اعترف انها هيت حلوه يعني، صدق 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 حقول انها هيت حلوه يعني، انها حركه مقصوده يعني، عرفتوا كيف؟ سوي دوار حول الليت. ها لحظة ابو الشارع مالي. نزيل طبعا في عامل اساسي انا كنت مش مدرك له، اللي هو الشارع. محتاجين شوارع اكبر بالحديقة دايما، يمكن نهدم هاي اصلا عن بكرة ابيهم، بس ما ظني حاليا بهدمهم عن بكرة ابيهم، ف بشوف كيف يستوي. انزين لحظة، هذا يوم جايرو، جايرو لا تقول لي دقيت سكيب مقدا، لا تمزح يا جايرو. اوكي بعدين بني الحمد لله. الجايرو هي الكرة الزجاجية العجيبة اللي بتخليهم يلفلفون داخل عند سفينوسوروس. انا اللي حاب يلفلف، انزين اللي حاب يلفلف داخل عند ديناصور، ها ها تشوفون الديناصور وجه تو فيس، يعني فيس تو فيس، ويه تو ويه يعني، شوفوا يعني وجه الى وجه، فيس انت وجه. هذا جايرو، جايرو عاد اذا ما ينحق جايرو سفينوسوروس ما اعرف حق شيون، بس شوفوا تغطية الجايرو، ملعونة والدين في الكورة هني تغطي ما اعرف مليون شيء. في واحد ركب دايركت والله، اذا يقول ما عندي زوار ما اعطيك ستاندرد، هذا واحد انا غالي لازم تدفع 20 ربية بعد. ها شو تبى بعد؟ شو رايكم نرفع الريتنج مالا ضربة واحدة؟ شو 200 وشي كترة؟ محتر عليهم، ما طلع له شيء يدقه، خله يدق، خله يدق، خله يدق، خله يدق منو؟ هذا ما شفناه قبل، خله يدق، أقول خله يدق، حلال عليه، خلنا نشوف شو بيسوي. بنحط جايرو بعد، هو الزحمة، بنحط لنا جايرو وين بعد؟ حد يعرف جراية؟ أنا ذكرت جراية من ناروتو. جايرو نحطين له هني بعد، لا تحطون شارع ترى عادي، الشارع رمش إلا، بس اتشاور الحين وين مكان مناسب.
جايرو هني احسه نص نص والله يعني. لا اوكي وايد اوكي. لا اوكي من الجايرو بيلفلف اصلا على راحته وصوتهم بيصير على اساس انه امان يعني، عرفتوا؟ ما شفتوا في الفيلم شو استوابه؟ والله انهم خبصوا خباص، ما حشموا ديناصورات والله، حشموا ما حشموا. خلنا نمر من وسط خربت الشير كله انا. زين مو مشكلة، اذا نقصهم مغابة انا بزيدهم مغابة. اهم شيء الحين جايرو مالي شو، اهم شيء جايرو يركب. اوكي الحين هم مش مشبوكين في بعض، فخلنا نمسح هذا، نشبكهم في بعض. ومن هنا بنبدأ الشوارع، بس شوارع كبيرة. سالفة شارع صغير ما بشوفه خلاص، أساس نتحمل الزحمة. ما نحن ليش سوينا مترو هنا؟ أساس الناس اللي تدخل سيدة تركب وين المترو؟ ما كل شوي يوقفون، كان يوقفون هني عند الحبيب هذا. شوفوا والله يلفلفون عنده، مغطين المنطقة كاملة. حلو، احتر عليهم لين باكر شو بتسوي يعني ويك. بس ليش ما يحسب لي ناس هني؟ اوكي انترستنج. خلنا نشيك على الارباح. ارباح كشرة، ارباح تعبانة، ارباح جدا تعبانة. انزل هلا نسير عند الديناصور داون تاون. شوفوا كل مكان بسوي له جايرو تراني، لان الجايرو بصراحة شيء جميل يعني. شوفوا يمر داخل الديناصورات بدل ما، بس الروتينج ماله يسوي ترسم له طريق مش سهل، لانه يعمل عين. والله عام عيني يخرب بيت من... وين؟ اوكي مشكلة. تاتا بمسح لك انا شوي. اوكي هذا الجيرو الثاني. هني بيكون الجيرز، بخليهم ستاندر حاليا العاديات. بس هني يا جماعة الخير شوفوا، أول شيء ما راح يتم الحالة هذا 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 هذا، ولا أقول خلهم يأخذون لفة عودة. بنحطي اندوركس هني، أول شيء بحطي اندوركس أول شيء، ولا ما حطي اندوركس أول شيء، ولا لحظة شو أقرب شيء عندنا نسويه؟ بسوي سكيورتي. شو يبو مني؟ تروسورس و دنسنت في ريبير موديفيكيشن. هاشي يبو يزرين درين درين فوتو ذا ورث $10,000. الحين بيصير يصورها. أكوير 100% ميزة يا رجل. اللي هو يعني أول شيء نبغى نزار هذا وينه؟ هذا مزارة، هذا ديناصور جديد. لو سمحت روح موت انا، بس انا يعني ما طلبت منك وايد، نبغى شوي اكشن في الحديقة. ممكن نشوف الفوسلز اللي عندنا. 360,000، 40,000، 72,000. عندنا الفوسل ما نبغاه. مزارة انا اصلا جاي بالفوسل ماله. عجيب. اوكي نايس. انزين خل نبدا. واحد اثنين مربع، واحد اثنين مربع. ابا داون تاون بعد، هذا معناه الشارع راح يمر جانبي
فايت المفروض يكون صوب واحد. هل نسوي ترسورس مرة واحدة يا جماعة؟ ترى هذا جديد توه أول مرة طلعه وذبحته خربيته بس قوة. أوه عجيب، شوفوا كيف يطالع، والله انك وسخ. انزين ترسورس وذ انتنسف ريبير موديفيكيشن. ترسورس صديقي ايش حالك؟ نبغى انتنسف ريبير عندك. انتنسف ريبير نول 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 جينز ما في جين. انتنسف ريبير ما في هنا. هذا انتنسف ريبير 3.0. ليتس جو. خلنا نشوف الفصل اللي عندنا بس. شو يانا؟ يانا بلاتينوم 360,000. يانا جينوم الديناصور الجديد 400,000. بلدهم ما ادري شو ذهبي. زينت ان ايرث جاينت هربزور فوسل. اوكي ليش لا؟ مش غلط. ميسارة نحن عندنا اصلا ميسارة هذا، فبنبيع الفوسل ماله. كأنه شي نسوي له ريسيرش هنا. لا يبغالنا تشيبس. وين صارت سيارة؟ تعال تعال دامك انت هني هني موجود. خلينا نعالجك. تعال يدار كهرباء. شو قاعد تضرب فيه؟ خيبة. عندك 10,000. ثانك يو. توكل. كمل شغلك. ليش زعلان؟ ليش ليش ليش؟ تو ما جينا. تو ما جينا. بتكون مرتاح. شلينا من غابته شوي صح. حبة شير هني. حبة شير هني. حبة شير هني. ارتحت؟ يلا تعال عاد حطينا لك نحن عاد. لا تستيد اللوع مرة بعد. ولا تسألها. زين الحين؟ تعال تعال. كتكوت. زعولي بعد. يا اخي لا تقعد تنطح، ازعل منك والله. والله ازعل منك. اطخك واطلع مخك. ها شلينا حبة غابة زيادة. ها تبقى جراس لاند بعد زيادة. ها اوكي ارتاح. ياس يزيد الكمفورت بس تمام. اهم شي انك تريح. خلك مرتاح. مغطى المنطقة كامل. ترى أهم شيء الزوار، ترى هم اللي دخلوا على الفلوس. يوم دخلنا احنا 300-400,000، نحن المستفيدين في النهاية. انزين هني كنا بمنطقة الهاربيفورس، منطقة اللاحمة. لازم بحطي أنا هذا، لازم سوي له مكان عود هالمرة. شوفوا بس بيفرق مكان عود، لكن بيفرق شوي لأن الترتيب شو بيكون غير دق الحديد هو حامي طبعا. مكان مرة ليش كله مربع؟ لا ليش كله مربع يا اخي؟ مو شيء. خلنا نسوي لنا مكان. دائري. هو بيضاوي استوى، مش دائري دائري، لكن في طعجة.
وفيه طعجة، طعجي مطعوج هيك يعني، عرفتوا كيف؟ بس زين يعني، زين طلع يعني نوعا ما زين يعني، زين زين. نمسح اللي فيه كله. اوكي، ايه حركة مقصودة اصلا يعني، تعرفون يعني شكل الثابت ملل يعني. ارمي عدل لكن ما بعدله، واسميه مطل هذا متعلم هنا هنا هنا، بنزيد حركة احلى يعني. جمجمة استوى شكله، والله استوى شكله جمجمة، والله صراحة لايق على اللي بينحط فيه. تعرفون من اللي بينحط فيه صح؟ اللي ما ينطرق منو غيره. تعال تعال تعال، وانت ترى بنكسر عادي، اعرف تقول وين بحط المدرجات، بنحط بس الحين ياسا قايس على الشارع حق شو الدكاكين. يكون بالشكل هذا تقريبا نوعا ما. اذا خلني بالنشارة اول شيء، اعرف باثنة تكون نكتب في محطة هنا راح تكون الحين بعد، ما بندخل خفيف ترى، ما بقعد ادخلكم خفيف وهذا لا لا لا، مرة شارع ثقيل. اوكي، في الوسط يبغى له بحيرة زين، يبغى له شير هني، شير هني على اساس خصوصية يعني، عرفتوا؟ بس يعني نوعا ما، بس هو يدري. والشباب اصلا ما يحب حتى شير بشكل عام، فخلينا قشع هني. ما في مكان الا شارع عود. اوه شوف الممر مضيقة، خلنا نمر شوي لحظة. اوكي في الوسط زين، مشروع طيب. شوفها مشروع حديقة عملاقة ترى، زين. هذا الدون، هذا السكوير بيكون مالنا، عقب بسوي محلات هنا حول الديناصورات. نشوف بس شو يبغالنا هنا. سب ستيشن ابو سب ستيشن هنا، مدود وخطوط كهربائية، خطوط على مدى الشارع. ذكروني ان نحن قلنا ما نبغى محلات، شو اخبار كهرباء؟ تعبانة، في شي كهرباء مش مزودة هني؟ انا مزودة، هاي مش مزودة. كيف عرفت؟ تشوفوا هنا اشكال ما في، هنا في عندنا موتورات ودنيا وبروتكشن وكل شيء. انزين نبو اوتج بروتكشن فول، امبروفت اوت بوت، نبو امبروفت اوت بوت اجين، 3.0 فول. شو المشكل؟ باثنت كونكتد. اوكي من هني أبا ممر رئيسي يوديني للوسط لوين؟ بيكون في دكاكين، بس ما بسوي بالطريقة هاي الحين، لأنه هذا ممر رئيسي صار، هذا ممر رئيسي
زين الحين لازم، والله ما ادري اذا المساحه تكفي. خلينا نشوف، اذا ما كفت نكسر من الحين. كبد ديناصور وين اندومركس؟ 10 مليون. فور جاينت هربيفورز فوسل. لحظه بني بالحين فلوس، زين. ولا نقدر نقص شوي مواصفاته، مش قضية يعني، ممكن نقص شوي مواصفاته. ولا في ريدوس كوست هنا حيت صح ولا ما في؟ لا ما في كوست. نبغى بس سكسس ريت، نبغى سكسس ريت 2.0، لانه هو اصلا زفت كم؟ من السبع، يعني عندنا 55% انه يستوي. بس مع ذلك ما عندنا امل، انسوا زماكم. انزين الحين ابا هني في قلب المنطقة، انزين اللي هو هني، اسوي لكم هذا. خلي اشيل المي، انزين ونحطي لنا قسزتوك. نايس. ما لدي حتى تعب عمري يعني، ممكن حتى اسوي بس هني، لا في الوسط هني بنسوي مكان ثاني بعد، حاب يكون وقفة حلوة بالنسبة له، وايد حلوة. بس ابى بعدهم شوي اشوف المباني، يعني شارع منتين ايلاند ريتنج 3 ستارز فور 3 مينتس اذا الله راد وقدرنا يعني. زين كم فاسيلتي ريتنج مالنا؟ 24 ستار، 2 ستارز وديناصورات مالنا كلها كتشرة طبعا، كتشرة صدق. بعد شو تريد مني اقول؟ انزين ابى احط لارج سب ستيشن هني بعد، احس شكله اوكي. جم منطقة اختار عادي ما في مشاكل، لو احطيه استراكتد ونحطيه هني فوق السنتر هذا. يانا الفوسلز ان شاء الله يكون في شيء فيه فلوس بعد مرة واحدة. والله زين فيه فلوس، مشي الحال. هذا مال شو؟ سيرسورس، ما اعرف هذا شو، نشوف ايش يسوي. انزين حق كل حد فيهم نبغى مجموعة عوامل. العامل الأول، لحظة خلنا حتى إشارة أول، نبغى مجموعة عوامل. العامل الأول عامل الطعام، الأكل. شو من أكل هم مستعدين يأكلون؟ حلو. نبغى ليش ما ضبط الجاير أول؟ والله إني ذكي. Operations guests they wanna go with the gyro guys. Sorry بيكون في الانكلوجر، لازم نحطي له بعد. لا لكن عقب يوم تشوف وين حاط مكان سمان كله، بحطي الجايرو سومير راوند زي لوكس ريجت. لا ممكن والله هني زين بروحه ماله نفسه بعد. والله مو بزين. لا مكانه كتره، بحطه هنا بالضبط، هالمكان احسن. الجايرو بيطوف مره عند الاندومينوس ركس. شوفوا انا ابغى اشوف كميه التغطيه اللي بيغطيها. شو هذا حق الجايرو، بعدين بتشوف اذا بضيف اني بضيف شيء ولا ما بضيف، وقتها بقرر. شوف اللفة مش غلط ابدا صراحة. وبحطي في حال اني بحطي اي شيء، لحظة خلونا وشي نطرش الاكسبيديشن اساسا، بما انا قاعد اقرر وياكم شو اسوي.
هذا كفني، هذا كان هذا بورود، هذا خلص. انزل قبل ما نقرر الحين وين ممكن نحط شغلات زيادة. ابتداء بحط مطعم هنا. ابو المطعم دائما يكون في مكان. لا سوري، هذا قفت شوفها محل هدايا. شوفوا هذا يزيد الوناسة والشوبينج. هذا فود اند درينك، هذا بعد اركيد درينك اند فن، فن درينك شوبينج شوبينج شوبينج. انا بنحط لهم اول اكل اللي هو تحت المترو هني. تحت المترو شكل اختيار طيب. اوكي بنحط اكل ثاني، ترى بنحط ثلاث انواع مطاعم. شو اخبار اللي عندهم السركس مالنا؟ خلي اسوي لك كيبت. زين ان شاء الله ما يفشل، بس اذا فشل بسوي غير عادي، مشكلة بطوف لكم الحلقة بسوي لكم حلقة ثانية. اتمنى هالمكان يكفيه. انا عندي مشكلة مساحة مع عندنا من السركس، لهذا السبب ما حطيت شيء ثاني حوله حاليا، لان اقدر اوسع من الجوانب. شوفوا هالشارع رايح الصوب الثاني، عندي محطة اختار جاهزة، ومحطات الاختار راح تكون وايد ترى على فكرة، مو شوي. انا مو مسوي محطة ولا محطتين. بحطي من الخاطر، ما عندي مشكلة. هذا المطعم الاول. مطعم ثاني ابا يكون، لحظة الفوسلز وصل، خلينا نروح الفوسل يا صديق. الفوسل نايس، 360 الف بلاتينوم، بيض معفن من بيع ب 300 الف. اي بيض معفن، لا مش متحجر يعني. اوكي هاي اللي بنسوي لهم ريسيرش، هذا 100% بنبيع ما نبغى. وين صار صديقي؟ ها شو كنت سورس. شو بعد بنسوي شغلات جديدة شوي، تعبنا من الجزام. انزين بس اندومس اندوم شوفوا اندومينوس ركس غير، هذا وضع ثاني. لازم احصل له مكان بيرفكت، وفوق هذا برفع الريتنج ماله، لان لكل ديناصور ريتنج. بوصل 2000 3000 4000. زين المطعم مالنا بنبيع بخمسة. زين وبنحطي اكل وشرب، حطينا نبو ناسة. الوناسة وين؟ اركيد. تذكروا هني كله راح يكونون هاي الاسعار العادية، ما راح يكون شو الاسعار الغالية هني. سعر غالي وين راح تكون؟ خلي اسوي ممر. اوكي خلينا نسوي نعرض المكان. لحظة يستوي عرضه. ما يستوي عرضه للأسف. انزين وبحط جنب محل الثياب. شوفوا لان هذا كروث، هذا اركيد سوري، كده بيعطينا درينك عند هذا. الحين بفن شوبنج، فن شوبنج توي شوب فوسل زون. بنحطي نقدر نحط ذا درينك نقصنا بعد، ترى بنحطي شوبنج شوية وفن. لهذا معنى لا أحسن شيء أحطي توي شوب. لحظة متأكدين توي شوب بيسك، هاي توي شوب. وشو بعد خلونا لا ما ينفع حق شارع ثاني الحين. توي شوب و وفصل يستوي مكان ان شاء الله. يستوي ما يستوي عفا مش مشكلة. بنحط الفوسلز سموير اراوند هير، بنحطينا في الوسط الحين بما ان شفت الستور. بنحطي ستور بروتكشن هني. والله مكان حلو الاستروم هذا بروتكشن، بيغطي لي المنطقة تقريبا كاملة. هذه المنطقة الأساسية اللي هني بيكون السامان شوي رخيص. ايش السالفة؟ اخ بدأ الاستروم يلعب فينا لعب. دامك ياي عبي لهم اكل. سو خير سو خير في دربك. جايرو شو اخباره؟ اوه زحمة عليه، شوف الزحمة اللي عليه. لو نرفع السعر شوي
ينقصون؟ ايه سيدي ينقصون اسطوط 580 فايدة لين لا 20 بس ما عليه مو مشكلة هذا فن هذا مناسب نرفع فايدتنا شوي حق المدة الطويل بينفعنا شوفوا هذا بينفعنا المدة الطويل بينفعنا وايد بين تلس ما عليك مو مرة طيبة وعندنا هاي حلقة يوم الجمعة حلقة غير اليوم خلي المحلات الثانية برايح احنا بنشوف محلاتنا اللي هنا اللي مفروض مية حد بس تشوف عيونها ناس هذا بخمسة والاركيد الرخيص اثنين بخمسة هاي بخليه هنا على الاسعار هاي ترى هاي المو ما بيرفع انا وايد هاي 12 وانا احاول اوصل فايدة 100% اصلا في العادة وصلت فايدة مش 100% ما تسوى الصراحة هذا فوق ال 100% شوفوا لان هذا فوق ال 100% ما احتاج اني ارفع السعر هذا 100% فايدة هو يستاهل الوضع بعد انه شو حطي هذا واحد من هالاماكن طبعا ما بيركب بس اذا نحط شوفوا بس هاي اللي يغطون الحديقه كامل ترى يعني على الاغلب ما احتاج مدرجات ورا بس ابى احط مدرج واحط شيء ورا المشكله يعني يمكن هالجاير يغنيني عن كل شيء ثاني بس هاي الاشكال حلوه المدرجات فلازم لازم يكون في مدرج في الوسط يعني بشكل المكان غير مدرج كئيب شوي والاكل بيكون قدام المدرج كالعاده زين هذا هني وهذا هني هذا سبع عارف اوكي وصلت للكهرباء نايس والاكل ماله والاكل بيكون نوعين اكل نوع هذا والخروف اللي يطير بالمويبة اللي هو قريب طبعا المكان قابل للتعديل اي وقت هو يطلع فيه شيء غلط نحن بنعدله يعني يمكن نحتاج غابة اكثر اقل مساحة شيء بكسر هذا كله مستعد اسوي له مساحة كاملة لان هذا راح يكون مصدر اهتمام كبير وهالمحلات يمكن تتعب مش يمكن على الاغلب راح تتعب من ورا هذا لان هذا راح اسوي بعد مليء بالضربات مش بس الجايرو يشل سؤال الناس تدور على شيء فاضي كيف انزين مش بس الجايرو يشل حتى المدرجات ابوها فل بنهد عليه كم من ديناصور مش غلط يعني هاد ديناصورات داخل خليه يذبحهم نرفع الريتنج ماله وخاطر يبقى لحظة جاين ترسورس انا حطيت ترسورس في الدرب لا خلنا حطيت ترسورس هني لين هذه خلي يذبح الترسورس في دربه انا متأكد سويت ترسورس مكان هي بالضبط سويته عند الصديق اللي هنا نفر واحد هل المدخل على الاغلب كامل ببدله ابا افكر مش هنا سوري ترى الجزيرة عودة افكر اصلا المكان هذا بكبره اشله واحول الديناصورات هناك اللحمه اوزع اللحمه عند العاشبه الطريقه هاي هذا بهد عنده كم من واحد موت عادي ما عندي مشكله عيب انك تموت بس اذا ما مت تستاهل وجبتك اشوف على طول ضرابه خيبة ما يرحم سبينوسورس اوف 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 كلام كبير هذا الناس تستانس على السوالف والتي لا تقولوا الناس ما بتي كلام بيون يبون يشوفون دم
احبكم للمشاكل. زين ممكن اشله؟ شكرا. درين انك ذبحته. يا احب الناس للمشاكل. كم الريتنج مره صار من؟ كم كان اسمه؟ بس متأكد انه زاد. تيرانوسورس وحش. سوري سباينوسورس عارف. بس باقي لنا هذا الوحش هذا قبل الحلقة تخلص. ادري بكم كلكم تتريون الوحش اصلا. كلكم تتريون هالوحش هذا. ما في واحد فيكم ما يترياه. حد منكم ماي؟ طب ماي حياكم. انزين هذا الوحش هذا وحش الوحوش. انزين شو كنا نخطط لبعد؟ حطينا وناسة حطينا كل شيء. شوفوا نشوف مستويات لولو. انا بخبركم انا كيف اقيسها. اي كنترول روم ايلاند ريتنج هذه بتي عندكم. اجلبها اشوف شو ناقصني. ناقصني اكل ناقصني درينك ريتنج شوبينج ريتنج. بتعدل من طلع ديناصور بيون المحلات الجديده. خلينا نشوف الفوسيلز. 400,000 شو نوع شيء عملاق طلع لحظه حيد دبلوسورس الحين كان عندنا صح. انا ما اذكر هذا هو الدبلوكوس هذا. خلي يجيب من هذا على اساس نرفع السكيورتي قلنا صح. نيو كونتراكت مع السكيورتي شو يبغى الحين. توتال قست 3700 قست. كم عندي الحين؟ اوه ما بدينا بعدنا. 3700 هذا اول ما يطلع 3700 بس خلنا نشوف المحلات شو وضعها. ما في حد. شوفوا المحلات ما فيها حد. محلات الحين ها شغلات لازم تبيعها. الشارع هذا اللي انا فهمته راح يشكل عامل كبير من المواصلات. والعامل الاكبر المونوريل اصفه صح يعني احطي مجموعه ستيشنز. الناس تبى توقف الناس تبى تشوف الناس تبى تطالع فلازم نحطيهن في كل الاحوال. فشوية تعديلات اساسيه لابد منها على اساس صح انا اتذكر شيء. هذا اذا 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 حد انهد عليهم 200 تعرفون انه ما حط حق ولا حد شلتر. تخيلوا انتوا بس تخيلوا. والشيء الافضل انه حاليا مو في مكان شلتر. اقول لك صديق المطعم مع السلامه ما ادري بولن كان قست. امانكم سلامتكم عندي اهم من فلوسكم. تعرفون بس كيف احبكم انا. ديناصور افا شيب مسكين مسكين. اخر سبايناصور سويناه كان 8 مليون. تعرفون شو يعني 8 مليون؟ مشكلة يتخربطون كل ما قاعد اسوي يتخربط الترتيب. 3% كان بكم؟ 7 مليون. 7 مليون هم رهينة ما عليكم. بس انا بس success rate 20% success rate 20% success rate 20% و 7 مليون يا ما عليكم. مورا في اللبن. بس نبغى نشوف الفوسلز بعد. الفوسلز ترى جزء كبير من مدخولي. من المدخول انا اعتبره اباتاسورس. هذا بعد شوفوا هذا كاميراسوسورس مدري منو. نيو جينوم بريانكس. انا اسمي برياني هذا. خلنا نعطيه شوي سكرتي زيادة لان بخبركم شور نمبر دام فايف فاتاليسيز وانت منت ان شاء الله. هيعرف شوفوا هني شوفوا تحت شو مكتوب. لويالتي بونس يعطوني فلوس صح. بس فوق الاهم سابوتاج ريسك. يوم حد يخرب في خطر اقل ان حد يخرب عندي الحديقة ولا يخرب فيها شيء. وحش الوحوش شو كان اسم الريال ياباني اسميه؟ شريفو صح؟ بسمي شريفو انا هل اذكره ان شاء الله مش مغلط. والله احلى دخلة. والله دخلت وحوش.
والله انه وحش. شريفو والله انه وحش. شو اللي ناقص انك خابه على الحين؟ شيرتين شو تبع انت؟ كل اللي تحتاجها هذا شيره ابي على القياس. هاي شيره مش من اولها لو سمحت، مش من اولها. اوكي يا على الخروف ناس، انا قلت من اولها بيتهور. شو تحس الحين؟ تحس انك في البيت؟ اي بريك تلفزيون 50 انش؟ صدق ما تبى تلفزيون 50 انش؟ وين سرته؟ تلفزيون 50 انش تبى؟ bottom line I couldn't have done it any better thanks. ابى اذكرك عليه ممكن؟ لحظة تنح مرة ما ادق عليك لك. منو ميت؟ ليش مات؟ died of old age. شيء مهم تشوف ليش مات ترى. شوفوا الانكم كيف يزيد. بنرجع للمحلات بنشوف كيف زادت. شريفو وينك يا شريفو؟ لا تتخشخش، ما تتخبى. اوكي كأنك في البيت. ايوه اهم شيء راحته النفسيه هذا. لا تاكل الربع يدفعون فلوس، هاي فلوس اكلك هاي اللي يدفعونه ترى. وخيبه شله فيده قفعه، ها شله فيده وكله خيبه. واحد ما يمزح يا هذا والله. انت عب هاي وانا بيب خويك عبي الباقين. خلى النبتي مديد لان المسافات بعيدة لين يرجعون خبر خير. سالفة طويلة اذا بيردون. شريفو وينك؟ شريفو انت قاعد تدور على الادران. شوفوا سويت ادارة دائري على اساس ما ينحشر في زاوية يحس بالعصبية، بس ريتنج ماله مليون وخلد اظني. هذا اظني. خلنا نشوف محلاتنا. شوفوا شو قلت لكم، فل مش فل وايد بس بعد زين. بنشوف كم الفرق. تطلع شيء قو فل 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 وارفع عليهم سعر اظني بعد ما بيقصوا وايد. هي خلنا نشوف المبلغ المدخول هذا مقارنة دام هذا قاعد يزيد معنا هنا. اوكي هذا لا ما مو اوكي. 16 اوكي هذا اوكي. انزل فل محلاتنا فل. السعر بس حده اكثر من 8 مبالغ فيه. السعر مستيشن عنا الحين بشيل ترى هني. الشلتر بيكون وايد مهم في المرحلة في حديقة الضخامة هاي. إذا ما بديت أحط الشلترز عدل ببدأ أنا أتوهك في شوية الشغلات. أنا أحط تغطية محترمة والشارع أساس أعرف الناس مش أظن على الرصيف أكثرهم، بس مو مشكلة على أساس إنه يكون شو أماكن واضحة والناس أباها ما تتمشى مكان واحد. حالات الحديقة تكون في حديقة تتمشى على راحتك، ما حد يسوي لك ازعاج. في شوارع وايد في بعدين شكله من فوق احلى. شوفوا شكله من فوق كيف، شوفوا الشكل يستوي في ديزاين، يستوي عنا شكل، يستوي عنا حياة. ولما نحط شغلات الموضوع مش تعال وترس المكان يعني، الموضوع بعد فيه شوية حنكة فيه شوية امور. خلنا نشوف الكهرباء شو وضعها. انزين الحين نحن عندنا شيء جديد. شوفوا
لارج سب ستيشن. لارج سب ستيشن ان شاء الله يوفر علينا معاناة كبيرة بإذن الله، يوفر علينا معاناة ضخمة جدا. شوي لزقته في الشارع بس اظن هني ما يضر، بس ما يضر عادي اروم الشلة هذا. ادري انك So how about making sure your buildings have the power they need? لحظة. Low ratings are usually an indication that something isn't going well. زين. I want to take a look at that. Successful incubate small herbivore. Okay, بحط herbivore أكيد. هني شوي شارع غلط. بس لين الإدارة شارع كبير، هذا الشارع أظني أروم أعدل مشكلته. هي وايد أوكي، وايد أوكي. خلينا نشوف الريتنجز مالنا الحين مقارنة من الساعة. عندنا الدرينك ريتنج تعبان وايد، والفود. بس هذا وين بيكون؟ هني ما عندنا أكيد. يب، هذا هني ما عندنا. شوفوا، فبنحط هني اللي هو فاست فود. اوكي، بس هذا بيكون شوي حب اغلى من اللي قبله. وبنحط لنا شارع صغير. اوكي، من ورا شوفوا هنا. and what is it the bar من the bar. خلي اسوي لهم عصاير، عصاير فرش. ممنوع عندنا غير فرش. احاول اركب غصب هنا، ما اركب عادي، بركب الطريقة هاي ما اركب. افا، زين هني. اوه نايس، اركب هني مو مشكلة. شارع فرعي، هذا شارع اساسي مالنا. انا ما باكثر من داون تاون مالي يكون بالطريقة هاي. زين، هذا اللي بنسوي. شوف كيف انترس على طول لانه ما في. خلينا نحط داينو هنا، شيء ناس تاكل اكل عدل. 30 30 على ون ستاف، تو ستاف، ثري ستاف. بنفول الستاف خلاص، انا الستاف فول لازم. وبنحط ذا بار بعد، بنحط لهم. بشوف على حسب فئة الناس اللي تي، على فئة الناس اللي تي بنحطي. لانه فيور انا سكلت هذا. اوكي، اخلص انا خلاص اعتبره. بنحطيني بعد هذا، لان هني مكان الصراحة مزحوم. بنحطيه على 40 اكثر شوية، 52، اكثر من 100% بروفيت تقريبا. فل ستاف بحطيه. اوكي، this will be really nice. الحين المفروض الفود مالنا اسقناه. بشوفوا، لان هاي المنطقة اللي ما فيها هني ما في اكل وشرب. باقي الاماكن فيهم اكل وشرب. انتو طالع وين ما عندكم اكل وشرب؟ حسب نعرف. شوفوا الشغلات كانت تتغير عندنا في الحدائق، كان يستوي عندنا مراكز، عندنا كذا. هني بحط حديقة شوي هني، هني هاي يمكن اسويها شكل بيضاوي. هني ابى احط اللونج نكس، هاي القنبر قاب طويلة، وهاي اللي يتمشون من اول شيء لين اخر شيء رايحين رادين ابوهم. هني يمكن احط ما ادري، بتشاور بشوف شو بحط الصراحة. بشوف انا شو بحطي، بس اذا هذا بغير اختار يمر وسطهم كلهم. الحين افكر اصلا اخلي اختار يمر هني، بس عندنا الجايرو مغطي المكان كامل ترى. انا الجايرو مو مقصر، بس ليش هذا الجايرو ما عليه زحمة؟ 20. والله هذا المفروض يكون صراحة ديلوكس ديتور، لأن هذا أصلا وحش. هذا وحش ومرتاح بعد، هني ما عنده مشاكل. It's very nice. نبغى اسمه الهاربيفور، بسيطة جدا. سيري بسوي بعدين.
Reputation reward. With your high reputation, the island is clearly incapable. حصلنا reward إحنا توه. هي حصلنا هذا. هذا خلنا نشوف شو سالفته. هذا بيكون operation صح. وين بيكون؟ عند القست يعني. وين بيكون هذا؟ Closures it's not here. ولا هو بيكون موجود في الحديقة بتشوف الناس تتمشى فيه. بشوف الناس تتمشى فيه يعني. وبشوفه أنا. أنها تو حصلنا أظن ما كان عندي قبل. أنا متأكد ما كان عندي هذا قبل. Take manual control of gyroscopes and experience. From guest perspective, require gyroscope station. آه أوكي. خلنا نسير الجيروسكوب ستيشن. وش هذا مثلاً؟ ساندر ديلوكس ديتور. guest management هذا فن. بننزل السعر شوي. ما أشوف يمكن في قلت شيء ما يستعملون الجيروسكوبس. بس أظني هو نفس الجيروسكوب هم بيتحكموا فيه الحين خلاص واللي يسوق هو يتحكم فيه ممتاز. إيه صح ذكرت أنا ناسي موضوع السبينوسورس. هاي شو يطالعون عيل ليش لفون هين صحيح عيل ولا شو؟ زين حطوا لوحة أو تفسير بس شيء وضحتونا قدام العالم. هذا كم 3% plus 60% amazing let's go for it. مزين هاي كانت حلقتنا اليوم. دخلنا في الجامد. بنشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. نرتب الحديقه ترتيبات جامده وننطلق باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.